بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح ومسلم. درس دبا في سادس الجرة. باب في المنفق والممسك. باب سكنة في إسا قابتو harjoom kadoo hin oomu jechuun jara kanneen keessatti baba waa'ee nu dhufeeti. وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان هو ابن بلال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم قيان تقصوا هنتانه يصبحك كنمت سين العباد قبرا في وياسا كيستي إلا ملكان ينزلان حال ملكا لما بؤنت ملوانتا ويقول نجل دوب أحد ما تكون سلميني اللهم أعطي يا ربك أني منفقا سكنة خلفا بكبوا ويقول الآخر قول نجل اللهم أعطي يا ربك أني ممسكا سكبة ابتلفا بدي والروتا صدقاء واجبة ووتي أبارة. باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. باب كجيل تسوت صدقاء كي ستي أرغمو الأندورتي نمني إسي كيبل جاجو ولي نمني صدقاتنا كيبلو نفهمو الأفتاء جاجو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان حاوى حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصدقوا صدقتنا فيوشك نديات الرجل قربا يمشي ديمودت نديات بصدقة صدقات فيقول يجون إنسان نديات الذي أعطيها كإسيزا كنمه لو جئتنا أصنبت الأفتاء بها أسيثنان بلمس قياك ليس قبلتها أسيثن سلانين كيبلا كسيك أنما يجتون ككنني فون رهو ردو خياني مالجا أبو سو قياك ليس رفتة سلافو ردتهجا الرمودرو تاجر يجو فلا حاجة لي بها حاجة نتنافن جرتو لمي تكالي نمجا فلا يجدهن أرق من يقبلها نمس ركا سر كيبلو in argunal tiki sadaqa dan debbe mo yewi subhanallah namuni sujjar warid al khayr dalagatun nida bataga gafa sadaqa ninjir wa hadathana abdullah bin barrad al ash'ari wa abu kurayb muhammad bin al ala'i wa la hadathana abu usama an burayd an abi burdah an abi musa an an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala يأتينا على الناس نمرا نلف زمان يرون تكو يطوف فنان يؤرجل قربان في يروسا انكيستي بسرقة سرقادا من الذهب زكار راكتا تجو سنبر سرقة زكاتي ثم يقنا لا يجد كان أرغن أحدا تكون ما يأخذها كأسيسا فلت منه سره ويراني أرقم الرجل الواحد قربان توقع يتبعوك سجلته مهالته الأربعون أفرت بإمرأة كم من ثلاثة مال جلا قرن جنائي يهلوذ النبي إسان تشفر سبحان الله مال الرأك كان جنان من قلة النساء وكثرة الرجال يري وهل فرر متف فرتي واحد دماتف يلوذ نبي سانتي فمني من قلة الرجال وكثرة النساء لكن يدلتي في من دبرتي الرجل وفي رواية ابن براد وترى الرجل ويرى الرجل على واحد يتنكس وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب هو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قياما إن دابت حتى يكثر المال وهم أورين الدماء
ويفيض هم لفلا دنقلوت الدمات مثلا حتى يخرج الرجل قربانا ما بيوتي بزكاة بزكاة ماله زكاة وريساته فلا يجد إن أرجو أحدا تكون ما يقبلها كسيك ولمن يسره يعني جبات وحتى تعود محمد بتوتي أرض العرب دجين عربا مروجا تعود أرض العرب مروجا تعود بمعنى تصير أما تاتوتي أرض العرب أردين عربا التي هي قليلة النبات تمير الدونك من بقلة الدونك من جموجير رارم كل مانتون خروجا جتان رياضا تفجتو أنا جايبه سبحان الله وإنه هو مصدر الجزاء أما ولفت بدارا قر جموجير مجرت جموجين قر بدارا مجرت لفا جموجي تفجع ولا جربين وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار نمّا اللي لقين طيب وحدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن علي حارس عن أبي موسى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قياما دابة حتى يكسر فيكم من سجادة ويفيض هم الأنقل أتجه حتى يهم هم يجسد هم يجسد حتى يهم رب المال رب المال مسوبة أبنه حتى يهم هم يجسد رب المال أباه ريدا من يقبله نعم يوري أوريزان كيبلو من يسرى سرقان نجفتو يجو ودي يادو يجو طيب أما يسافون أبي يدوان يسكننا في اللي قنا يدو فتان جيتشو قاف قياماً ياتوريك حتى يهم رب المال جنان أما أباه ريد آيات جسدتي من يقبلنا منه ريساً كيبل من سر صدقة صدقالة جيتشو لا ويدعى إليه الرجل فيقول لا عرب لي فيه قام إنسان يا قربان يدعى إليه الرجل فيقول نجاته بلا عرب لي فيه أجان كيسنا في انجرتجا قام هوريسني يا من هوريسي قاسنا وسوك عليه السلام يا رب وتكاجات قبل الله أكبر. وحدثنا واسل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي ولفظ لواسل قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقي الأرض دجين لك نياكستي تقيو الأرض جن نياكستي أفلاذك بيدها أفلاذك بيدها كتا كتا عجا كتا كتا تروسي لا يجوني أي كونوزي عجو
كوتاتيرو إزيدا أفلادا كوتا كوتا كبيدا تيرو إزيدا يجوني جلبي إزيدا يجو أمثال الأسطواني من الذهب والفضة ونسنك سوني أمثال فكات الأسطواني أتبواني كتاي والفضة يعني أمثال فكات الأسطواني أتبوا من الذهب زي قراتي والفضة كمدراتي كتاي أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة فيجيء القاتل فكاتا قرتي أسطوانة يجون أطوارة يجون بدنا كيسد من الذهب زكاة والفضة ميترا فيجيء القاتل أجيسا فيقول نجد في هذا قتلت كنافجتش أنما جيسجا فيجي من يدفع لقاته كارك جروس فيقول نجرى في هذا قطعة رح يعني القاتل يجون كأنا مريجا كأنا مرو يقول في هذا كان جيسا قطعة رحيم أنا كي مريجا في هذا قطعة رحمي كان كيس أنا هي مرجع ويجون رفع السارق والتجلل فيقولون جاء في هذا كان أفجس قطعة يدرك كي يمرم تجا ثم يدعون ويقنا سيامني فلا يأخذون منه شيئا ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا كنا يدعونه يجتن سكنا نديسني فلا يأخذون منه شيئا واتكل الرانفورتني ما لي بجنا لي استغناء من إني دروا منك الرول فتقول فتاني بورتني بورتني بودا دو مود ذي وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد تكون ما وإن صدقة بصدقة صدقة إن طيب جتا وأن قال لك ولا يقبل الله إلا الطيب رب وأن قال ماله إن قبل إلا أخذ يسيف المال وإن تاني الرحمن الرحمن بيمين من قسات وإن كانت تمر 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 يوتا فتربو نقدت بكف الرحمن شنج الرحمن كيست حتى تكون أما أعظم الرغدة من الجبل قرر كما يربي أكوان تقدستي كما يربي أك قدستي أحدكم تكون كيسان فلو وإلم فرد إزا حكا إلم فرد إزا قدستي نمي تكون ربي إن كيني سرقاتنا كسيتي كونو سيفي قدسافي جاجورة دوبو حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق إن سرقة أحد تكون ما من كسب طيب الراقي قاررة صدقة وجهته إلا أخذ الله بيمينه ربي ككو إساسا إساكم ملي وإنتان
يربي عزيز أن يقدس كما يربي أكا قدس أتي أحدكم تكون كيسا فلوه إلى مفرطة إسا أو قلو سا أو قرم 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 إسا هجو حتى تكون حمتا تتي مثل الجبل فكاتا غرا أو أعظم يوكاو غرا رغدو. وحدثني أمية بن مسلم حدثنا يزيد يعني من زريع حدثنا روح بن القاسم حدثني أحمد بن عثمان الأودي حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان يعني من بلال كلاهما عن سهيل عن سهيل في هذا الإسناد وفي هذه روح يجار من الكسب الطيب حديثه روي كيسة توجي غاري راكتاجي من الكسب الطيب يدعها في حقها ويري سليمان فيدعها في مبدعها حقا راكي غاري سني الراجي من الكسب الطيب من الكسب الطيب فيدعها في حقها حق سيدا سن كيسا تيميرا سن فيضعها وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث يعقوب عن سهيل وحدثنا أبو كريب مولى محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا فضيل بن مرزوق حدثني عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس يا أنا مهوي إن الله طيب ربي إن تلجيت جراه طيب جدو قاردة طلالة طيب غارد لا يقبلهم كيبل إلا طيبة وان غارد ما لربين كين ينكيبلوا وإن الله أمر المؤمنين ومن توتا ججاجر بما أمر به يعني المرسلين بما أمر به المرسلين وان إرقم توتا إرقم نسان الله جدوبا تاني أجاي نيجو وامو من توتا تجاي نيجو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وان إرقم توتا تجاي جسانتي إن الله ربي أمر ججاجر المؤمنين من توتا بما أمر به المرسلين وان إرقم توتا تجيسن التججاجر وما إرقم توتا تجيسن ورى مؤمن توتا ربي تججاجر إرقم توتا مال جدي أججي قال يا أيها الرسل يا إرقو ليكلوا نيادا من الطيبات وانك قاردا وعملوا صالحا لك قاردا لك إني بما تعملون عليم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا نيادا من طيبات ما رزقناكم قاروان تسني رزقنا ترى ثم ذكر الرجل قربان دبت يطيل قريري سوى السفر إملت أشعسك متى فقر أكبر كفولة دالتا يقعوا غرتك من الوكيلة يمد بين يديه إلى السماء يا رب يا ربي يا شاداهر كل باسي يا ربي يا ربي جادوبا نبي المرء يجو إساتي ومطعمه حرام ينسى حرام ومشربه حرام حرام أقات نسى حرام وملبسه حرام وفنسى لين حرام وغذي بالحرام حرام نهجام وأنا يستجاب لذلك سنجمي أكم التأوات قدما إنك في البيئة يتوج وأن دعي Kurang, akan awat ini. Kurang aja curah. Ibanan, da'ud Rabbi, falam, pasti jibni je.
يبطلكم. باب الحث باب كاكاسو داتي على صدقه صدقه رتي ولو بشك تمره نو سوجنات مرات الليله وحث الامام على الصدقه اذا راى فاقه باب ما اللي ما بتجي صدقه تجوداتي يرو في معرف. باب الحث على الصدقه ولو بشك تمره او كلمه طيبه باب كاكاسو داتي صدقه رتي ولو بشك تمره وسوجنات مرات الليله تاتي وني صدقه وني صدقه تتينا وكاكاسو مجد وان حجاب من النار حجاب ما اللي بدراتاته. حدثنا عون بن سلام من الكوفي حدثنا زهير بن معاويه الجعفي عن ابي اسحاق عن عبد الله بن معقل عن ابي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم من سنين ردنت ان يستتر من النار دوات بالدره ولو بشق تمرة وسجنات من تنتات الليلة فليفعل هذا لقود هذا ما تجد. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال ابن حجر حدثنا وقال الأكراني أكبرنا عيسى بن يونس حدثنا على عمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم سنرى وأنتان من أهد تكون ما إلا سيكلمه الله على الله فدبس فأتم عليه ليس بينه وبينه ترجمان على جثثات الدره في ساعه البدر ترجمان جره ليس بينه يجد الله تي وبينه جد من عاد سن الله ليس بينه ما منكم سن روا انتان من احد تكون ما الا سيكلمه الله حالا لن ستبذ تمل ليس بينه جد ساتي في جد ربيتي في وبينه جد حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم من قال ابن جريج حدثنا وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا العبش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم سنرى وهنتان ما منكم من أحد تكون ما سنرى وهنتان إلا سيكلمه الله على الله لسدبس التمالي ليس بينه جد ساتي في وبين ليس بينه جد الله تي في وبينه جد لم تكاد الترجمان بفسر أن ينجروا جدوبا لبيس ذكر ربنا فينظر إلى لا بقى فلا لا أي من منهم مرق سراته فلا يرى الأرب إلا ما قدمه عند برسماله وينظر إلى الأشأم منه بتائسة فلا يرى الأرب إلا ما قدمه عند برسماله وينظر إلى لبين ديف الدريسة فلا يرى الأرب إلا النار بالدمان تلقى وجهه فالدريف الأساد التين فاتقوا النار ولو بشك ثمرة بالصدقة صدقات من اللي صدقتني. رواه ابن حجر قال العمش وحدثني عمرو بن مرة أن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة تجدتني وقال سهل قال العمش ولو بكلمة طيبة وقال سام قال العمش أن عمرو بن مرة أن خيثمة حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عمرو بن مرة أن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي ندبته النار إبدا دبته فعرض قرقله ولسات وأشاها قرقله كيسته ومكيه ثم قال نجري جرى اتقوا النار بلا صداد ثم أعرض يغنى غرغل وأشاح أكان غرغل حتى ظننا من رينوتي أنه كأنما ينظر إليها إنكم وانقم سيلا لتجروتي فمن لم يجدك دبي غاريه فكوان صدقة أرقين أبي كلمة طيبة دب مقاريد الرب صداته ولم يذكر أبو كريب كأنما وقال حدثنا كأنما كان دبني وقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش
وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن ربيع بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر النار ابد دبته فتعوذ من اسيس نارته فما اشاه يوجي فول اسات غرق لثلاث من نار ثلاثة دي ثم قال ان اتقوا النار ابد صداد ولو بشيك تورة سيدنات من الله تاتوني سنت صداد فان لم تجدوا يرجعوا باتن ججاره فبكلمة طيبة ندم غاري الرب صداد حدثني محمد بن المثنى عن عنزي وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر النار بيد تبته فتعوذ من سرتي فمن واشاها بوجه فلسات اكان الرغرغ على ثلاث مرار ثلاث ثم قال انت تجده اتق النار بيد سودا ولو بشك تمرة سجنات مرات سودا تن الليلة صدقة سودا تن الليلة ان لم تجد ورغ يوبا فبكلمة طيبة دبي غريمة له سرودا لك يا جو حدثني محمد بن المثنى عن عنزي اخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عون بن ابي جحيفه عن المنذر بن جرير النبي قال كنا نتاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي بنت في صدر النار جلقبا قرتيك يا ذاك يا ست فجاءه قوم من تلفني حفاتا كلها لتن وجرا كبرا حفاتا كبرا كلها لتن عراتا وتقامت كلها لتن ويتابع النماري ويتابع النماري جاء بقي سويك أورو حالة تانين أمي سوتي إساساً إسان جاء أمي سوتي إساني جاء جورا بقي ساني مرمتي كتي أفتن أكا جولي غالتي سوية جو متقلدي السيوف سيفون كفني سنهاله قد فني فتنهاله تنين مجتبي النماري او العبات يقوم سولا قرتيك امرني مرمك كيتنهاله تنين متقلدي السيوف سيفون كفنهاله تنين عامة من رد نساني من مضر مدر الرأي بل كل ملك هندوم مانو من مضر مدر الرأي فتما عرني جري جرمي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رسوله لما رأى وارقف جيت بي ممتك نت من الفاقة الأبرة هيو مرة ودخلني سينا ثم خرج قدي بي فأمرني أجي بلال بلالي فنفذلني أزاني وأقامني كامي فصلني صلاة رسولي ثم فصلى ثم خطب نقر سيف قال رجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره الآية إن الله كان عليكم رقيبا الآية التي في الحشر واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله وتصدق رجل من ديناري قربان تكو وتصدق رجل مرتويتولا خبر بمعنى الأمر صدقته يجون نسر أصدقته يجون من ديناري من ديناري من دينار من درهم من درهم الرأس صدقته من صوب من صوب وفت سات الرأس من درهم وفت سات الرأس صدقته وص من صوب وفت سات الرأس صدقته من درهم درهم زام الله كسات الرأس فتمو من ثوب فتسات الرا من سعي بريس سجودك أمدي إسات الرا هكين قربان جد
ساعي تمر سجلة تمرات الراكن حتى قال أما جوت ولو بشيك تمرة ونس إن كانت سجنات من عليها تاتي ولقد جاء رجل من الأنصار قربان تبقى سر أن يدفع بسرة كيش ذكاني فأكفى فكادت كرياتي جارتا كادت كفور كيسا كرياتي تعجز على إسرة تتبو تكرياتي بل قد عجزت تتبدو لكي قال ثم تتابع الناس من الجنة سرقتوا كيزت حتى رأيت من أرقت قومين تولى من طعام ياتر وثياب فتر حتى رأيت من أرقت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فول رسول ربي يتهلل كيف أنه مذهبة أكوى الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مذهبة مذهبة جدول كأنه مذهبة ميتا زكاد بن جدول ككسب كاتولته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام نمني كراك قد إسلامنا كيستي سنة حسنة كرا غاري كجلقبة لقين من جيرت التي تلقو سيني فله أجرها من دان سيسي افتادا وأجر من عمل بها من دان بسيتي قرتيت لقيت اللي من بعده سبوتا من غير أن ينقص الرأت الأمانة من أجورهم شيء من دوان سانيتي روان ذاك ومن سن في الإسلام نبني كراغو إسلامنا كيستي سنة سيئة كرهمتو كان عليه سنة أجر وزر أجبون زيدا ووزر أجبون أما اللي من عمل بينا مسيسا ندى لك من بعد يقساتي من غير أن ينقص الرأت الأمة من أجورهم هرئيس الأمة جنان من دوان إساني تراشي أو أتكال من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا دوان إساني تراشي أو أتكال حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا أبو سلامة حاو حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شوبة حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار جلقب ويا راك يا سيدي رسول ربي راني ثاني بمثل حديث ابن جعفر وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال نجي ثم صلى الظهر ظهر صلاة ثم خطب جناني ورسج حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وابو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن خاء بن جرير عن أبيه قال كنت جالسا تارنت عند النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي بره فأتاه قوم من تكتر فني محتاجي مجتاب النمار قالوا إساني كاكد بقى إسان هالة من جيتشورا كمس الثاني يجوب ربك سنة على تاني متى تجي سنة ربك تاني وساقوا الحديث بقصته وسواب وساق عبد الملك بن عمير ليس السابق بقصته يجوب فصلى الظهر ثم صعد المنبر صغيرا أحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بعد فإن الله أنزل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الآية
الحمد لله، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل من في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. مجرات مجرات شباتي لكسات لكسات شباتي إن الله أنزل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. على فصلى الزور زوري صلاة، ثم سعد المنبر منبر كريف، حمد الله الله فرفته وأثنى عليه الله الرفارود، ثم قال: أما بعد يا رسول، إن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم ججود أبوسي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قول: إن الله كان عليكم رقيبا. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن العمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وبالدهى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من ندفن من الاعراب شنان ركتان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم الصوف سوني سنه تعالى جرون من شنان رسول الله ندفن سوني فتر في سوالات هذا الجمع، فراى سوء حالهم حمني حال سنني ارجي قد أصابتهم حاجة كيسان تجارك، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر بمعنى حديثهم أجان كيسان تويت، فذكر زهير كنود بمعنى ليس حديثهم، بمعنى حديث مشايخ المؤلف من ابن المثنى ومن بعده. وسوف ذكر عبد الرحمن بن هلال بمعنى حديثه يجرى بمعنى حديث منذر بن جرير. صحيح نسميه. أصبحت رأينا درسي بيجي.